نغمة تنساب في الوجدان فتهزه شوقا إلى الألحان. يا روضة من زنبق أو نرجس سكبت عليها روعة الألوان. أختاه يا رمز الطهارة حلقي في جمالك المتللي الفتان. ما أجمل الدنيا وقد زينتها بحجابك الوضاي بالإيمان. بحجابك الوضاي بالإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي وأخواتي في الله، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في هذه الحلقة بإذن الله راح نتكلم عن صفة من أجمل ومن أرقى صفات يعني النساء والفتيات اللي المفروض أنهما يتصفون فيها، صفة الحياء. والحياء الحقيقة صفة سبحان الله ما تخلط فيه شيء إلا زانته، فما بالك إذا تخلط هذه الصفة في حياة الأنثى وفي حياة الفتاة. تعتقدين بأن يعني علشان أنا أكون إنسانة متطورة وأنا أكون إنسانة مواكبة للعصر الحديث لازم أني أنا أقدم يعني أمور معينة وأقدم تنازلات معينة من ناحية التصرفات ومن ناحية طريقة الحياة وطريقة اللبس وطريقة الكلام، لكن هذا كله الحقيقة أبداً ما يعطيك أي جزئية ولا يعطيك أي كم بسيط من ناحية الجمال ومن ناحية الجاذبية الطبيعية الربانية. لا تقارن نهائياً باللي راح تعطيك إياه صفة الحياة. صفة الحياة حبيبتي تخلي عندك يعني هالة سبحان الله من نور، وتزرع لك الاحترام، تزرع لك الوقار، تزرع لك حب التقرب من جميع الأشخاص اللي موجودين حواليك. الحياة سبحان الله يعني ضروري جدا في حياة المرأة وفي حياة الفتاة، خصوصا يعني في مرحلتك العمرية هذه، لأن الحياء يعمل لك نفس يعني طوق الحماية، ويعمل لك يعني حاجز أو عازل بينك وبين أي أشخاص آخرين تكون لهم نوايا سيئة من ناحية يعني بالنسبة لي التقرب منك. كذلك فإن الحياء سبحان الله يعني صفات، هي صفات الأنبياء جميعا، صفات ملائكية، صفات يعني بشرية. أي شخص يعني يتصف فيها سواء كان ذكر أو أنثى هو يرقى لصفة الملائكية، صفة الملائكية. جت إحدى السيدات الحقيقة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحكاية الحقيقة يعني عبرة وموعظة بسيطة لك أختي الكريمة. هذه المرأة عندما جت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله يعني أنا يعني أبي منك أنك تدعي لي لأني أنا أسرع، كان فيها داء الصرع. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شئتي أدعي لك تشفين أو أنك تصبرين ولك الجنة. فقالت لي يا رسول الله أنا يعني أصبر لكن أبيك تدعي لي علشان ما أتكشف، لأنها أثناء ما كانت يعني إتيها حالة الصرع كانت تتكشف. فدعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي صبرت على موضوع مرض الصرع، إنما ما قدرت إن هي تصبر على موضوع إن هي تتكشف أمام الغرباء. وهذا الصراحة إن دل على شيء فإنما يدل على مدى حبها إلى الستر وإلى أن تكون إنسانة يعني مصانة وتتصف بالعفاف وبالحياء وبالحشمة. صفة الحياء هي صفة يعني صفات أمهاتنا المسلمين جميعا، هي صفة واجبة على علينا كلنا، عليك انتي. صفة الحياء الحقيقة احنا نعجز كثر ما احنا نذكر محاسنها. احيانا حتى معاني هذه الصفة الحقيقة ما تقدر الكلمات ان هي تعبر عنها. البنت اللي تتصف بهذه الصفة تكون إنسانة
يعني وصلت إلى درجة كبيرة جدا من الثقة بالنفس. هي عارفة أني أنا علشان يعني أكون إنسانة راقية، لكن رقي هذا وتعاملي هذا وتواكبي مع متطورات الحياة الحديثة، أنا أقدر أني أنا أسوي كل اللي أبيه، أخوض أي مجال علم أبيه، أخوض أي مجال عمل، أي تجمع اجتماعي. وصفتي هذه الجميلة هي المغناطيس اللي راح يخلي ذوي النفوس السوية وذوي النفوس الطاهرة أنهما يتقربون مني. سبحان الله، النفوس الطاهرة تتجاذب، وكذلك النفوس الخبيثة. إذا كانت يعني أي امرأة أو أي فتاة تنقصها هذه الصفة، أنت يعني عندك نظر سوي، لاحظي الأشخاص اللي محيطين فيها، منو هم صديقاتها، منو هم المقربين منها، شنو المجتمع اللي هي تخالطة، راح يكونون على نفس الشاكلة. لكن البنت اللي تتصف بالحياة، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يسخر لها ذوي القلوب الطاهرة النظيفة، لأنها هي مسكت على أمور دينها، ومسكت على يعني ثباتها وعلى معتقدها بأني أنا لازم ومطلوب مني بأني أنا أكون فتاة ذات نهج معين، فتاة ذات خلق معين. الحياة الحقيقة مليئة أمامك بالمغريات، راح تلاحظينها مغريات شكلية من ناحية يعني اللبس، من ناحية كذا، في جميع وسائل الإعلام بجميع الأنواع، وفي يعني مجال المجتمع اللي أنت تخالطينه يوميا بالمدرسة، وأنت تكونين يعني بين صديقاتك، ممكن تسمعين كلمة من هنا كلمة من هناك. الأمور هذه الحقيقة، المغريات اللي حواليك، كثر ما قدرتي أنت أنك تقاومينها بثباتك على أمر دينك، وبأنك أنت تكونين إنسانة ماسكة يعني ماسكة هوى نفسك ومطوعة نفسك ضد هذه الرغبات، راح تكونين يعني سبحان الله إنسانة قوية وإنسانة ثابتة وعارفة متى تقول لا. إحنا ما يعني نمنع عنك بأنك أنت تقدرين توفرين لنفسك كل اللي أنت تشتهينه وكل اللي أنت تبينه من ناحية يعني من ناحية الزينة ومن ناحية كذا. أصلاً حتى أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأنثى خلق بالطبيعي أن نفسيتها غير عن الرجل، وأكبر دليل على ذلك سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى رغب النساء بالجنة من باب الزينة والجمال، ورغب الرجال من باب النساء. يعني هذين أمرين مختلفين، يعني نفسية الرجل غير عن نفسية المرأة، لكن أنت كفتاة تكونين عندك الثقافة الكافية بأنك أنت تعرفين شلون تختارين ما يناسبك، ما يناسب سلوكك، ما يناسب معتقدك الديني، وهذه الاختيارات ما تخلينها تكسر فيك أو توصل فيك لمرحلة أنك أنت تتخلين عن صفة الحياء اللي هي أساسا يعني رأس وأساس الزينة اللي أنت تتزينين فيها أمام رب العالمين. ما يمنع بأن صفة الحياء هي طبعا جميلة وهي مطلوبة عند النساء وعند الرجال، لكن بشكل خاص تكون إذا ما توفرت عند البنت، تكونين أنت يعني عندك كل المقومات وكل المنابع اللي هي يعني من شأنها أنها تبعث لك النور، نور الهداية ونور الصلاح ونور الطريق والبصيرة السوية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من أجمل صفاته بأبي هو وأمي كانت صفة الحياء، وعثمان بن عفان كذلك يعني كان من أجمل صفاته، والصحابيات الجليلات أمنا عائشة رضي الله عنها، والكثير الكثير الكثير. هذه الصفة لو ما كانت ذات أهمية ما كان وصى عليها الدين الإسلامي لهذه الدرجة. مثل ما سبق وتطرقت لك، تخيلي نفسك بأنك أنت ارتقيتي بأخلاقك
وارتقيتي بمعاني تعاملك الإنساني، طريقة حوارك وأسلوبك، الألفاظ اللي أنت تختارينها، حتى النظرة اللي تنظرين فيها إلى الأشخاص المحيطين حواليك، هذه الأمور اللفظ والشكل وطريقة التصرف إذا ما غلب عليهم طابع الحياء وحبك لأن تكونين إنسانة مصونة ومستورة، هذه أكبر جاذبية وأكبر عامل مغناطيسي يجذب الأشخاص الإيجابيين ذو النفوس السوية حواليك. تخيلي أنت بهذه الآلية وبهذا الشكل وأنت مرتقية بذاتك إلى صفات ملائكية، صفات عالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يثبتك على أمر دينك، وأن يغرس هذه الصفة الجميلة فيك وفيني وفي جميع نساء المسلمين وفي جميع أمة محمد، اللهم آمين. أسألك أختي الكريمة بأنك أنت تمسكين على زمام أمور دينك بشكل أكثر قوة، وأتمنى بإذن الله أني أكون أنا خلال هذه الحلقة قدمت لك صفة جميلة يعني كلنا بإذن الله نتصف فيها. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه إلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نغمة تنساب في الوجدان فتهزه شوقا إلى الألحان، يا روضة من زنبق أو نرجس سكبت عليها روعة الألوان، أختاه يا رمز الطهارة حلقي في جمالك المتلألي الفتاني، ما أجمل الدنيا وقد زينتها بحجابك الوضائي بالإيمان، بحجابك الوضائي بالإيمان.